اليوم هذا كان يوم الخميس، حاولت أن طبعا أمسك عمري ما قدرت. الظاهر أن حصل لي يعني هبوط مفاجئ جدا، طحت على طول على الأسفلت، على رأسي طحت على طول على الأسفلت، ما حسيت بأي شيء. سكيورتي شافني طبعا الظاهر، وراح استدعى بعض الاخوان ويوم ما قصروا. طبعا انا ما حسيت باي شيء، فجاه كذي يعني حسيت بواحد من الاخوان، الظاهر انهم استدعوا الاسعاف. ودوني بالإسعاف، طبعاً أنا ما عندي حاسية أبداً، ودوني للمستشفى، مستشفى شخبوط، جزاهم الله خير. في أواخر شهر أغسطس في 2023 تلقينا في بداية اليوم العمل، تلقينا اتصال مباشر من أطباء الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إن هم عندهم مريض. المريض ده تعرض لسقوط أثناء التحرك في الصباح لعدم التوازن ونوبة دوخ حصلت له مفاجأة. لما وصل المريض لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية شافوه أطباء الطوارئ، وطبعا بدأوا يعملوا له فحص كامل ويتأكدوا من درجة وعيه. وبالفعل المريض كان عنده علامات ما بعد الارتجاج، كان عنده صداع شديد، كان عنده ترجيع متكرر، وكان عنده علامات أكتر من ما بعد الارتجاج، إنه معناه إنه عنده مشكلة حاصلة داخل المخ، لأنه فقد الحركة في نص جسمه تماما في إيديه ورجليه، مع تزايد الشعور بالصداع كمان، إن الدوخة عمالة تتزايد. فبناء على هذه الأعراض بدأنا نتأكد إن المريض عنده علامات ما بعد الارتجاج، وإنه باحتياج لتصوير سريع لأشعة مقطعية على المخ. الحين شو حاس؟ عندك ألم في الصدر، دوخة، صداع؟ شوي لاحظت أي ضعف في إيدك اليمين، إيدك اليسار والنريلة؟ So incident happened at 4 p.m. Yeah. I was just next to Miss Far after the prayers. And as mentioned, this understanding of this generalized fatigue for the occurrence. تقبلوني ودوني لأشعة، الأشعة مقطعية طبعاً. When we received the patient, the ambulance crew brought him into one of our resuscitation rooms. He was alert. He had obvious left-sided head injury. بس خبرني إذا في أي ألم، تمام؟ في ألم؟ 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 أوكي. شو عن بطنك؟ في ألم؟ So our management there in the ICU is to avoid any kind of secondary complication and any kind of recurrence of bleeding in the brain. بالفعل تمت الأشعة المقطعية وتبين وجود كسر في عظام الجمجمة، وكمان وجود نزيف كبير تحت الكسر دوت. النزيف ده كان فوق الأم الجافية، وحجم النزيف كان كبير جدا وعامل إزاحة لخط الوسط في المخ، وكمان كان عامل ضغط كبير على خلايا المخ السطحية وعلى القشرة المخية، وده بيؤدي إلى خلل في وظيفة هذه الخلايا. وبناء عليه كان عنده نص كامل ما بيتحركش، وكان عنده درجة انحراف في الوجه. دي من الحالات الخطيرة جداً،
ولو ما تحركناش بسرعة وأخذنا الموضوع باهتمام كبير جدا ممكن تؤدي إلى تدهور في درجة وعي المريض وممكن لا قدر الله تؤدي إلى حدوث الوفاة. We know that every minutes essentially are crucial to his long-term prognosis. I immediately got the phone on the phone to a neurosurgical consultant. بالفعل طبعا اتحركنا بسرعة كبيرة جدا. غرفة العمليات لما بيتبلغوا بيبدأوا في خلال دقائق سريعة جدا ان هم يجهزوا غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لفتح الدماغ، ان احنا هنفتح عظام الجمجمة ونفض النزيف دوت. الأدوات بتكون جاهزة وعندنا طبعا الحمد لله أحدث الأجهزة وأحسن الأدوات الموجودة لقيام بهذه العمليات. داخل غرفة العمليات بيبقى فيه تناغم وتناسق في العمل، في دكتور تخدير بيبقى موجود عشان يخدر المريض، في ممرضين مساعدين لينا في العمليات، في كمان ممرضين بيساعدوا في ترتيب الأدوات وتنسيقها، كمان في طبيب بيكون جراح مخ وأعصاب موجود معايا، بنشتغل مع بعض عشان تبقى الأمور فيها نوع من السرعة. الدكتور وليد طبعا هو الاستشاري، هو اللي سوى لي العمليه، عمليه في الراس طبعا، عمليه كبيره لان في نزيف داخلي يعني، والجمجمه نفسها طبعا متهششه من متكسره يعني، فحط لي من داخل دعامات. ولما نفض النزيف لازم نشوف مصدر هذا النزيف، هل هو جاي من الشرخ اللي كان موجود في عظام الجمجمة ولا هو ناتج عن قطع أو تهتك في أحد الشرايين المغذية للأم الجافية. بالفعل لقينا أحد الشرايين اللي بيدي الدم للأم الجافية كان متهتك، عملنا جود كنترول عليه من البليدنج، وقفنا النزيف الحمد لله. وبعد ده بنعمل بقى رتق للأم الجافية وإن احنا نعمل لها جود كنترول للبليدنج. كمان في عندنا مواد بتستخدم في ماتيريالز تستخدم لزيادة السيطرة على النزيف ومنع تكرار النزيف مرة تانية، وبعدين بنرجع العظام في مكانها بعد ما نتأكد انه ما بقاش في اي بقايا للنزيف، فيبقى كما لو كان بعد العملية اكنه ما عملش عملية، خلاص العظم اللي اتفتح ده واتشال بيرجع تاني في مكانه بنفس الدرجة اللي كان فيها قبل العملية.